أعلنت هيئة الطيران المدنية الباكستانية إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التجارية مع تصاعد التوتر مع الهند بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه. يأتي هذا بعد ساعات من إسقاط القوات الجوية الباكستانية طائرتين مقاتلتين هنديتين إثر اختراقهما المجال الجوي في كشمير واعتقال طيارين هنديين. من جهتها أعلنت الهند في وقت لاحق عن إسقاط طائرة باكستانية دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وكانت نيودلهي أعلنت في وقت سابق أنها لا ترغب في رؤية مزيد من التصعيد للوضع مع باكستان وأنها ستواصل التصرف بمسؤولية وضبط النفس. العداوة بين الجارتين الهند وباكستان ليست بالشيء الجديد، فالبلدان خضا ثلاث حروب طاحنة قبل أن تستكين الأمور بعض الشيء بينهما، غير أن هذه المرة الخلاف بين الطرفين شهد تصعيدا غير مسبوق وصل إلى حد المواجهات المسلحة والغارات الجوية. غارات شنتها طائرات حربية هندية على باكستان أسفرت عن مقتل عدة أشخاص بينهم أطفال قبل أن تنجح باكستان في إسقاط مقاتلتين هنديتين واعتقال طيارهما أثناء محاولتها اعتراض مقاتلات باكستانية فوق كشمير المتنازع عليها، حسب ما أعلن المتحدث باسم سلاح الجو الباكستاني. فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن الغارات الهندية أودت بحياة عدد من المدنيين على كشمير الباكستانية، ما أشعل فتيل التهديد والوعيد وأجبر الهند على إغلاق المطارات في الشطر الهندي من كشمير أمام حركة المرور المدنية بعد وقت قصير من تحطم طائرة تابعة لقواتها الجوية. سنحتفظ بمستوى التصعيد، لدينا القدرة على ذلك وبين أيدينا. لقد قلت لهم إننا سنفاجئكم، انتظروا تلك المفاجأة، إنها ستكون مختلفة، سترونها بأنفسكم. في الأثناء سارعت وزيرة الخارجية الهندية وخلال زيارتها الحالية إلى الصين بالإعلان أن بلادها لا تريد مزيدا من التصعيد مع باكستان بعد الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات هندية في الأراضي الباكستانية والتي استهدفت جماعات وصفتها بأنها إرهابية تهدد أمن الهند، ولم تكن عملية عسكرية لأنها لم تستهدف منشآت عسكرية باكستانية حسب الوزيرة الهندية. باكستان كخلاف جهرية كيه، وهو ما تنفيه إسلام أباد وصفة ادعاءات الهند بأنها متهورة وواهمة. وأثار التصعيد بين الجارتين النوويتين قلقا دوليا عبرت عنه دعوات الاتحاد الأوروبي والصين الجارتين الغريمتين إلى ضبط النفس. وللمزيد ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي زهير أشرف، مرحبا بك معنا سيد أشرف. هل هي بداية تصعيد وحرب جديدة بين البلدين النوويين؟ كيف تفهم هذا التصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العالم كله وخاصة الدول منطقة جنوب آسيا التي تقع فيها باكستان والهند يأملان ويتوقعان إنهاء التصعيد بأقرب فرصة ممكنة، لأن ازدياد التصعيد طبعا نتيجته الطبيعية ستكون اندلاع الحرب المدمرة بين البلدين النوويين. وقد أعلنت العديد من الدول والجهات العالمية ضرورة التزام باكستان والهند بضبط النفس لحماية أمن المنطقة والأمن العالمي من أي خطر. وبعد حادث إسقاط طائرتين هنديتين من قبل باكستان، أعلنت الهند على لسان وزيرة خارجيتها أن الهند لا تريد التصعيد، وهذا يعتبر بأن الهند اعترفت بأن تماديها في تصعيد التوتر مع باكستان سيؤدي فعلا كلا البلدين عبر عن الخسارة. رغبته في عدم التصعيد. باكستان أيضا سحبت بعض قواتها من الحدود مع أفغانستان إلى الحدود مع الهند تحسبا لأي عمل عسكري، ولكن اليوم إذا تكررت هذه الدعوات للتهدئة، هل الواقع اليوم يمكن أو يمكن الطرفين من الجلوس إلى المفاوضات، إلى طاولة مفاوضات واحدة وتجنب أي انزلاق إلى العمل العسكري؟ طبعا هذا ما تؤكده باكستان منذ أمد طويل، أن كل الخلافات وكل النزاعات يمكن تسويتها ومعالجتها عن طريق الحوار، ولكن الهند ترفض دائما
الحوار مع باكستان وتؤكد سلطتها وقوتها على باكستان. وقد هددت مؤخرا بقطع مياه الأنهار التي تنبع من الهند وتروي سهول باكستان. ولكن باكستان أعلنت وأكدت دائما رغبتها في السلام وفي إقامة علاقات جيدة مع الهند، ولكن ذلك يتطلب اجتماعهما على مائدة المفاوضات وتسوية الأمور بالطرق السلمية. وبجانب ذلك أكدت باكستان ضرورة عدم اعتبار رغبتها في السلام كموطن ضعف فيها، بل هي قادرة على الدفاع عن نفسها. وهذا ما حصل اليوم عندما أعلن المتحدث العسكري الباكستاني أن القوات الباكستانية صوبت يعني حددت 3 أهداف عسكرية هندية الليلة الماضية، ولكنها قصفت منطقة جانبية قريبة من هذه الأهداف، مؤكدة أننا قادرون على استهداف الأهداف الهندية، ولكننا امتنعنا رغبة منها في السلام. شكرا جزيلا لك صحفي زهير أشرف، كنت معنا من إسلام آباد.